إذا سعداء بلقياكم سيدتي سادتي أنستي أعزائنا الدار الكرام في هذا النقل المباشر من قاعة مولاي يوسف في مدينة قريبكة اللي غتجمع لقاء في البطولة الوطنية القسم الوطني الثاني اللي كيتجمع بين مولودية قريبكة اللي مستضفة فريق الوفاق الرياضي. الكرة عند عبد الربيع، عبد الربيع باش غيعمل كيتواغل كيمرر عند اللاعب رشيد بن حي. قذفة قوية، قذفة قوية اللاعب مليح الحسن وكثر طعطم بالقائم اللي كينوب على تبادل. جول 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 مولودية. عصام كيوقع الهدف الأول وكيفتتع التسجيل المولودية قريبكة بعد تبادل كروي جميل. أربعة خمس ضربات تمرر بسلاسة والهاري كيفضل التمرير. عصام عند صلاح تبادل كرة وجميل في هذه اللحظات بين لاعبي فريق المولودية. هدف جميل ويدرس، هدف يدرس لفريق مولودية قريبكة بعد تبادل كرة وجميل بين عصام وصلاح. وعصام بعد مجهود فردي كيمرر تمريرة سحرية للمهدي الفيز اللي ما لقاش عناء في وضع الكرة داخل الشباك وكيغير النتيجة 2-0 المولودية قريبكة. دقي عند غنوم محمد، غنوم كيعمل الكونترول كيقضي قطفة قوية، قطفة قوية لغنوم محمد وتدخل جميل حارس عند الهادي ومرتدة للمولودية. خطيرة خطيرة ولكن الكرة أسهل مرينير تعاود الدخول بأسماء التالية بين محاولة خطيرة. جول 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 صلاح، صلاح أخري بنجم الفريق كيستقبل الكرة بطريقة جميلة وكيلف الدوارة بطريقة أجمل وكيوضع الكرة بمرمى الحارس أيمن وكيغير النتيجة وتصبح 3-0 لمولودية قريبكة. كات صلاح كونتر أتاك للمولودية عبد الطليبي. الحارس خالد، الحارس خالد كيتدخل على مرتين في الزمان والمكان المناسب وكينقض مرمى من هدف رابع بعد مرتد هجومي كونتر أتاك سريع قادو صلاح أخري بمرر تمريرة سحرية للطليبي. الطليبي كيتوغل وكيقذفها ووصول إلى مرمى شباك الحارس عبد الهادي ولكن تبادل كروي جميل كومبين جميل لفريق الوفاق كيختموا اللاعب محمد غنوم بضربة رأسية بديعة كيركونها في مرمى شباك الحارس عبد الهادي وكتغير النتيجة وتصبح 3 الفريق اتجاه رشيد ضابط إيقاع الفريق كيلعبها جميلة. خطيرة. مباراة تزداد حماس وتزداد تشويق في هذه اللحظات بعد تسجيل الوفاق الهدف الثاني وبعد مرور حوالي 17 دقيقة و48 ثانية. جول للوفاق الثاني. مقابلة جميلة ما نبقاوش نشاهدوا خصوصا من اللاعبين فيصل وعصام. جول 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 المولودية الرابع. المولودية تسجل الهدف الرابع عن طريق اللاعب زيان بعد قذفة قوية للطالبي محمد. الحارس خالد ما تعاملش معاه بشكل مطلوب كترجع امام اللاعب زيان اللي ما وجدش عناء وصعوبه في وضعها داخل بالرجل ديال عصام بينما رشيد كيستلم الكره جوج ديال الثواني وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهايه اللقاء بتفوق فريق مولوديه قريبكة على فريق الوفاق الرياضي باربعه لجوج في مقابله جميله ومقابله مثيره. شكرا للاعبي الفريقين على هذا المستوى اللي قدموا لنا. اذا هنيئا لفريق مولوديه قريبكة بهذا الانتصار وحظ موفق لفريق الوفاق الرياضي في باقي الدورات. إذا محمد الدحمان نتمنى نكون عند حسن ظنكم اذا في حين القاكم غدا ان شاء الله. اقول لكم استودعكم بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.